المهدي عدالة، المهدي ضد الظلم. ترقبوا في الساعة الثالثة عصرا بث مباشر المهرجان الثالث والعشرين. المهدي المخلص، تقوى وسطية أخلاق، راب مهدوي حسيني إسلامي، والذي تطلقه هيئات الشور المهدوي ومشروع الشباب المسلم الوعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب، محافظة بابل، الجمعة 20 من شعبان المكرم لعام 1404 للهجرة، لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي. يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية.